عاد لأرض الوطن أيها السادة من العاصمة البحرينية المنامة وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة الرئيس عبد الله شاهين، والذي نال عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة 2023-2027 بعد أن حصد 33 صوتا في انتخابات الاتحاد الآسيوي كعضو للجمعية العمومية. الشاهين أيها السادة استقبل بحفاوة وسط حضور غفير، عبر عن الفرحة بعودة الكويت كعنصر فعال ومؤثر في القرار ضمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. إلى التفاصيل. على قدر العزم تأتي العزائم، فما إن تولى دفة اتحاد القدم وطموحه في الاجتهاد والتطوير يترجم على أرض الواقع. عبد الله شاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل التحدي ليعود من العاصمة البحرينية المنامة بمنصب غاب عن الكويت منذ سنوات طويلة، كاسبا الثقة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وب 33 صوتا كعضو منتخب للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. جئنا لنطور الكرة الكويتية، جئنا لفعلا نعيد للاتحاد هيبته، جئنا ان الكويت ترجع الى مكانها الحقيقي، مكانها في اسيا باعتبارها هي المؤسس، هي اللي قامت بتطوير هذه المنظومه. احنا قدرنا خلال فتره بسيطه جدا ان نعود بهذا الكرسي بعد 18 سنه، لاول مره من 18 سنه نخوض هذه الانتخابات، ولله الحمد في خلال فتره بسيطه قدرنا نحوز على 33 صوت من اسيا، وهذه تعتبر اغلبيه كبيره بالنسبه لنا كمجلس اداره جديد يتعامل بشكل جديد مع اشقاء الخليجيين والعرب والاسيويين. اشكر يعني الجميع امانه، كل من ساعد الكويت، كل من فعلا يعني اقتنع برؤيتنا كاتحاد الكرة في تطوير المنظومة، وفعلا اليوم رجعت ان هي تكون جزء اساسي من القرار الاسيوي لكرة القدم. الشاهين أعاد للكويت دورها الفعال بعد سنوات طويلة من الغياب عبر الاتحاد الآسيوي في صنع القرار، فكان الاستقبال مميزا لرجل يعمل بروح الفريق الواحد مع أعضاء مجلس إدارته ويتطلع للتطوير وإعادة الإنجازات للكرة الكويتية. اليوم وجود أخونا عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد وهو خير من ممثل الحركة الرياضية في هذه المرحلة راح يثري العمل، راح يطبق ما قلناه في رؤيتنا 20 على سنة 30، هي أحد عوامدها وأحد عملها هو انطلاقة المناصب الدولية، وهذا أول منصب نحصده، وهذه كانت من بداية المشوار أننا ننتقل للاتحاد الآسيوي، واليوم الحمد لله بفضل الجميع وبفضل إخواننا وأشقائنا وأصدقائنا في الدول الخليجية أولا وكذلك الدول العربية وأصدقائنا في الدول الآسيوية حققنا هذا الإنجاز. كانت أغلبية ساحقة لنا 33 صوت، يعني رغم كان صعب ان نجيبه والحمد لله تفوقنا على انفسنا بحركات الجميع، بتحركات الجميع، بتحركات الاخوه الخليجيين، بتحركات الاخوان في اسيا، بخبراتنا، تحرك الاخ نائب الرئيس احمد عقله، ابو شاهين، تحركات الاخوان اعضاء مجلس الاداره كنا خليه تنحل والحمد لله. هذا وتمتد عضوية رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد الله شاهين كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي حتى عام 2027. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.